ثروة أثرية تعود إلى 1300 سنة، تضم مسكوكات من العصور الإسلامية وما قبلها وتحفا فخارية لا تقدر بثمن. قدمها الشاب علي الذي يسكن هذا المنزل البسيط ويهوى البحث عن الآثار، هدية إلى دائرة آثار وتراث البصرة رغم تلقيه كثيرا من العروض المغرية، كونه يرى أن تاريخ بلاد الرافدين لا يمكن بيعه. قطعة 500 قطعة ما بين الذهب والفضة، إنها مسكوكات وأوان فخارية وأوان منزلية تعود إلى عصور مختلفة، العصر العباسي والعصر العثماني القسطنطيني. قطعة ذهبية اللي هي الدولة العباسية، مسكوكات ذهبية، أعطوني القطعة $500 وما بعتهن قطعة الوحدة. إيش قد عددها؟ تقريبا من 100 قطعة تقريبا أستاذ، يعني شلون أبيعها؟ هذا تاريخ بلدنا. القطع الأثرية التي تمكن الشاب علي صاحب 19 ربيعا من جمعها بلغ عددها 500 قطعة ثمينة. أما كيف جمعها والطريقة تمت من خلال تجواله في الأسواق القديمة ومحال الأنتيكات، بينما خبرته بهذا المجال جاءت من خلال التعرف على الباحثين في علم الآثار ومتابعة كيفية تمييز القطع النادرة من خلال الفيديوهات التعريفية، في وقت دعا مراقبون إلى استثمار تلك الطاقات ودعمها. عثر على آثار جمعها من سوق البصرة القديمة، وهذه الآثار والمقتنيات تقدر بالدولارات يعني بالملايين. هو حريص على بلده، حريص على تاريخ مدينته، لذلك نطالب بأن يهتموا بهكذا طاقات شبابية. يجب على الحكومة المحلية أو وزارة الثقافة والسياحة أن تهتم بهذا الشخص، أنه أقل تقدير أنه يقدم له كتاب شكر أو تعيين أو يعني اهتمام، يجب أن يكون اهتمام لأن هذا موقف يشكر عليه. رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة البصرة أشار إلى أن وجود مثل الشاب علي يعتبر ثروة وطنية بصرية، مشيرا إلى استعداده تقديم الدعم له والموافقات الرسمية التي تسهل عليه مواصلة عمله في المجال الذي أحبه وهو البحث عن الآثار. هي رسالة من خلالكم إلى هذا الشخص وإلى كل من يهتم بالآثار، نحن نثني عليهم ونقدم العون لهم وننتظر أن يطلبوا منا ما يشاءون حتى نساعدهم في عملية التنقيب أو الحصول على الآثار. إحنا مستعدين للتعاون معهم ودائما جاهزين وأبوابنا مفتوحة. خالد السلامة، لقناة الفلوجة، البصرة.